إدلب جبل الزاوي، الدمار الذي خلفه القصف من عدوان الأسد على قرية معقلم في ظل الاشتباكات الدائرة على الاستيراد الدولي. حيث نزح معظم سكان هذه القرية بسبب القصف الذي تتعرض له بشتى أنواع الأسلحة وبالطيران الحربي. هذا ما تتعرض القصف على المنازل. إدلب 6/7/2013، الدمار الذي خلفه القصف على قرية معترم في ظل الاشتباكات الدائرة على الطريق الدولي، حيث نزح معظم سكان هذه القرية بسبب القصف العنيف الذي طال هذه القرية.